بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اليوم هي بعنوان جاوس جوردن ميثود، وهي إحدى طرق إيجاد الحل للنظام الخطي. إحنا أخذنا إحدى الطرق هي حل المعادلات يا أما بالحذف يا أما بالتعويض، وشفنا الحلول يا أما حل وحيد أو متعدد حلول أو لا يوجد حل. بالبداية نعرف شنو هي The Gauss-Jordan Reduction Method أو The Gauss-Jordan Method، نفس العبارة أو نفس المفهوم، هو هذه الطريقة يستخدمونها بعض المصادر. صفحة 100 بالملزمة، صفحة موجودة بصفحة 101، صفحة 101 بالملزمة والأمثلة وما بعدها، 101 102 103 104 وما بعدها إلى التمارين اللي بصفحة 107 108 109 موجودة تمارين عليها. نعرف هذه نملك نظام خطي أو نظام مصفوفات بشكل أي إكس يساوي بي، خطوات هذه الطريقة. الخطوة الأولى إنه إحنا نعمل الأجهزة ماتريكس بشكل أي خط بي، ونحاول الخطوة الثانية نحاول نغير ننقل هذه المصفوفة الجديدة اللي هي عبارة عن مصفوفة أي وبي إلى ريديوسر أو أشلن فور باستعمال العمليات على الصفوف من إبدال صف بدل صف أو ضرب صف بثابت أو جمع صف مع صف ثاني. الخطوة الثالثة راح لما نحصل يعني نحصل على نحاول نحصل على وضعية من الحذف للصفوف عناصرها أكثرها أصفار. فبهالحالة إنه مثل ما راح نشوف إنه الموقع الأول راح يكون المجهول الأول، الموقع الثاني بالصف الثاني المجهول الثاني، الموقع الثالث هو للمجهول الثالث، وهكذا حسب الدايمنشن للماتريكس. هذه اللي توضحها بالمثال التالي. مثال اكزامبل، تلاحظون هذه خطوات اللي نشوفها ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3، وهذا المثال التوضيحي انه x زائد 2 y يساوي 1، 3 x زائد 4 y يساوي 2. هذه موجود النظام بشكل نظام معادلات خطية. بعض الأحيان لا نكتب بشكل فور ماتريسز أي إكس يساوي بي، وبعدين ناخذ المصفوفة أي اللي يساوي والمصفوفة بي شو يساوي. أول خطوة الأجمد ماتريكس حيكون 1 2 3 4 خط 1 2، ونستعمل الابوريشن العمليات على هذه الخطوة، فواحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين، نحاول نصفر مواقع مفترضة مثلا الموقع الاول للمصفوفة
هيكون الاكس الموقع الثاني هيكون واي، فلازم نصفر الاثنين والثلاثة، الاثنين والثلاثة. فنصفر اول شيء، نصفر الثلاثة، وهذا مثال عندنا قديم في المحاضرة السابقة. لما نصفر الثلاثة لازم نضرب الصف الأول بسالب ثلاثة ونجمع، فحيصير واحد زيرو اثنين ماينس اثنين واحد ماينس واحد. هذا هم ورك. بعدين نشوف انه نقسم على سالب اثنين للصف الثاني، راح يصير عندنا واحد اثنين واحد زيرو واحد نص. بعدين الاثنين نصفره هيكون واحد زيرو زيرو واحد زيرو نص. الواحد هنا يمثل موقع اكس، اللي هنا الواحد يمثل موقع واي. اذا الاكس يساوي زيرو والواي يساوي نص. سولف المثال الثاني، سولف ذا لينير ايكويشن اكس زائد 2 واي زائد 3 زد يساوي 9، 2 اكس ناقص واي زائد زد يساوي 8، 3 اكس ناقص زد يساوي 3 باي جاوس جوردن ريدكشن ميثود. اول خطوه لازم نعمل الاجيبت ماتريكس، نشوف المصفوفه اي ونضيف لها بي. هذه نلاحظ انه الاجبت ماتريسز ماتريكس اللي بالسلايد السابق تحول الى بعد العمليات 1 0 0 2 0 1 0 سالب 1 0 0 1 3. حولناه، هذا هم ورك، يظل يشوفون شلون يتحول من سلسلة عمليات. الواحد هنا يمثل اكس، اكس يساوي 2، الواحد هنا اللي يمثل واي يساوي سالب 1، والواحد اللي هنا يمثل زد 3. هذا هنا حل وحيد حتى تتحقق من الحال. اعوض بالمعادله الاولى 1 ونشوف الحل مضبوط او لا. هام ورك المثال هذا الموجود بصفحه 102 هوم ورك لكم. مثل ما لاحظنا اخذنا مثالين على الحل وحيد. اذا كملاحظه انه لابد وان نوصل الى صيغه حتى للحل الوحيد يكون انه الاي تتحول الى ايدنتيتي ماتريكس او تكافئ الايدنتيتي ماتريكس، وهنا البي تحول الى بي 1 عمود يمثل قيم الثوابت. وتكون بالنسبه للمثالين، المثال الثالث اكس زائد واي يساوي 2، 2 اكس زائد 2 واي يساوي 4. الصيغه الفورما للماتريسز اي اكس يساوي بي، فيتحول الى 1. الاجبت ماتريس حتكون 1 1 2 2 2 4. لما نحل الاوبريشنز على الصفوف راح يكون 1 1 2 0 0 0. توقف هنا، صار عندنا هنا الصف الثاني كله اصواره والصف الاول واحد. هذا ما يعني انه اللي ما له حل، وانما هنا اختلف الحل على انه مو وحيد. حل موجود لكن ليس وحيد، هنا معناها انه هنا الواحد العلاقة بالواحد، الاكس العلاقة بالواي، لان نلاحظ هنا اكس زائد واي يساوي 2، 2 اكس زائد 2 واي يساوي 4. المعادلة الثانية هي ضعف المعادلة الاولى. المعادلة الثانية اذا قسمناها على 2 تطلع نفسها، فالاكس زائد واي يساوي 2، معناها الواي يساوي 2 ناقص اكس. اذا اخذنا اكس يساوي ار فيكون الحل
لا نهائي. إذا حقق فيطلع الحل لا نهائي، وهذه واحدة من طرق الحل، الحل لا نهائي. المثال الثالث هو مثال يوضح أنه لا يوجد حل لما حولناه للشكل معادلات الشكل المصفوفة، وأنه الأجهزة ما تسوى 1 + 1 = 2 + 1 = 5، فيكون 1 + 2 - 5 لما رجعة المن للمعادلة x زائد y يساوي 2، فيكون y ناقص x هذا لما نعوضه بالمعادلة 1 - 2 ما ينطي، يحقق معادلة 1 بس ما يحقق معادلة 2، إذن لا يوجد حل. كملاحظة أنه نلاحظ أنه هذه الطريقة ما تختص بس بالمصفوفة المربعة، وأن حتى المصفوفة الغير مربعة، فالمثال اللي موجود بصفحة بالملزمة، مثال موجود بصفحة 103، 3 × 3 يكون المعادلات x y z w هذا مثال x ناقص y زائد z زائد w زائد w زائد 2 y. المثال 103 راح يكون عندنا x زائد 2z 2w سالب 5 x y z w 3 معادلات. شوف الستيب الثاني، فهنا 3 معادلات، اذا معناها انه نحولها ايضا الاجمنت ماتريكس، فيكون هنا ماكو اي اشكال لان هنا مو نعمل انفيرس، واذا عملنا انفيرس قلنا ان لابد وان تكون المصفوفة مربعه.